متابعي قناة القاسمي للعقارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. في هذا الفيديو غنحاول نشوفوا واحد البرطمان اللي كتواجد في فولاد الطيب، في واحد الموبيل في الطابق الثاني دوزيام ايطاج. البرطمان كيف ما كتشوفوا راه سيمي فيني، المتراج ديالها حوالي 70 متر، فيها جوج ديال البيوت وصالون والكوزينة والحمام والتواليت. البرطمة قريبة من الطريق الرئيسية ديال ولاد الطيب. البرطمة هي هذه الإخوان، هذا الصالون، هذه هي الزنقة اللي كيطلع عليها، هذه هي الزنقة اللي جات فيها هذه البرطمة. هذا الصالون كيف ما كتشوفوا، صالون كبير. هنايا كاين البيت والحمام فوق منه، هاد والتواليت، عفوا التواليت، هذا التواليت فوق منه السدة. هذا هو التواليت الإخوان. وبجنبه كاين هذا البيت. هذا البيت الأول. ومن هنا كاين هذا الكولوار كندخلوا له، كنلقاو هنا على اليمين الحمام. هذا البرطمان الإخوان راه فيها الحمام بوحدو والتواليت بوحدو كيف ما كتشوفوا، حتى الحمام فوق منه هذه السدة. وهذه الكوزينة، الكوزينة راها كوزينة كبيرة، بوتاجير هو هذا. في هذا السرجم على لاكور. وفي هذا البلاكار، الكوزينة راه فيها البلاكار. وهنا كاين هذا البيت، البيت الثاني، لان البرطمان فيها جوج ديال البيوت. هذا البيت الثاني. البيوت الاخوان راهم ضاويين كيف ما كتشوفوا، الضوء ديال الشمس راه كيدخل للداخل. هذا البيت بحالو بحال الكوزينه، عنده الشرجم على لاكور. هذه هي البرطمان الاخوان، سيمي فيني، حرش ومرطوب، في الدوزيام ايطاج، في واحد الموبل قريبه من الشارع الرئيسي ديال ولاد الطيب، من الطريق الكبيره. اللي بغى يتواصل معنا بخصوصها فغتلقاو رقم الهاتف على الفيديو في صندوق الوصف. شكرا لكم على المتابعه، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتابوناو في لاشين، وتهلاو في روسكم، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.